رؤية ليلية كوضوح الشمس. تركيا تكشف عن نموذج غير مسبوق من كاميرات المقاتلات بدون طيار تنافس كاتس ونظيراتها الكندية. عرضت صناعات الدفاع التركية أول نظام كاميرات كهروضوئي ينافس كاميرات كاتس النسخة القديمة تحت مسمى نظام الاستطلاع والمراقبة الكهروبصري ميروبس الذي طورته سيلسان في معرض أوروساتوري 2022 في العاصمة الفرنسية باريس. وفق بيان أسلسان الرسمي فإن هذا النموذج أكثر أداء من كاتس، ومن المخطط استخدامه في الطائرات التي تحلق على ارتفاعات أعلى في إشارة إلى كينجي بي وإس. وفق المعلومات يزن ميروبس حوالي 50 كيلوغرام وأخف وزنا بمقدار 5 كيلوغرامات من كاتس. ومن حيث الأداء يمكن لميروبس اكتشاف الهدف في نطاق 20 كيلو مترا، والتي يمكن لكاتس اكتشافها فقط من على بعد 12 إلى 15 كيلو متر. المنتج يشمل مقياس مسافة الليزر وأنظمة الإضاءة بالليزر. وفي البيان الذي أدلى به مسؤول أسلسان ذكر أن المنتج يمكن أن يعمل بشكل أفضل في الظروف الجوية السيئة، خاصة بالمقارنة مع منتجات الجيل السابق. تضمنت البطاقة الترويجية للمنتج عبارة صورة واضحة وضوح الشمس في جميع الظروف الجوية. يذكر أنه يمكن استخدام ميروبس تقنياً في المركبات الجوية ذات الأجنحة الثابتة المأهولة وغير المأهولة مثل هوركوش وأنكا وأكس سامسونجور وتي بي 2 وأكينجي وطائرات الهليكوبتر مثل أتاك 2. كما تم تزويده بكاميرات حرارية من طراز إم واير وإس واير، والتي تحافظ على صغر نسبة القطر إلى البعد البؤري، مما يساعد في الحصول على صور أكثر وضوحاً من مسافات بعيدة.